ما كاينش شي سبب معين من غير ان ما عندي ما نقول، ما عنديش شي عمل اللي كان في ديك الوقيته. دابا عندي واحد العمل ان شاء الله في دوزام انا وهيثم مفتاح اللي هو الكولوك اللي غادي يكون ان شاء الله في دوزام، ديال واحد دو جون كولوكاتير ساكنين مع بعضياتهم، غادي نعيشوا معهم بزاف ديال المواقف اللي غادي يشوفوهم لي جون وغيلقاو راسهم فيهم، غيشوفوهم الوالدين وغيلقاو راسهم فيهم. وكاين واحد سي كابسول غادي يكونوا في انترنت مع واحد لا مارك فيهم السي عزيز داداس، ايوب ادري، كوثر بامو، امل مدد، وايا. يمكن حيت من غير الصداقة والأخوة اللي كتجمعني بهيثم أنا وياه كنتفاهموا بزاف في الخدمة، يمكن عندنا نفس المراجع، لأن كتبنا العمل أنا وهيثم مفتاح ومحمد فاتح، كنتفاهموا في الكتابة كيف قلت لك، ما بيناتناش حساسية ديال لا هذه كتضحك أنت كتضحك أنا، لا خدمنا بروجي بقلبنا، درنا فيه مجهود كبير بزاف، وكنتمنى إن شاء الله أنه يوصل الناس كيف ما حنا بغينا نوصلوا. كانت عندي العمل في التجربه ديال السيت كوم، تجربه اللي زوينه واستفدت منها بزاف. هاد العمل ما كانتش عندي تجربه، كان واحد الاقتراح ولكن ما كتبش، لان ببساطه ما كتبش. ممكن العام الجاي، ممكن العام اللي وراه، انا ما كنقولش خاصني ندير هادي ولا ندير هادي ولا ندير هادي، كنحاول نختار العمل اللي انا نكون فيه مزيان ويتقبلوني فيه الناس، وان شاء الله العام الجاي نكون في اعمال اخرى. هو الموضوع غير خدا اكبر من الحجم ديالو، ما كانتش شي حاجه بهذا الحيد هادي، هو واحد الضغط نفسي اللي كيعيشوه كاع الناس في واحد الفتره اللي هي كانت كورونا، اللي حنا جالسين في الدار فقط، وانا شاركتها مع الناس. كانوا تاويلات، كاين اللي فهمها مزيان، كاين اللي كيف ما قلت لك كبر الموضوع، اما انا مزيان، انا بخير، كل شيء مزيان والحمد لله، ويا ربي تمشي لنا هاد كورونا. انا كنقول ان الجمهور ديما خاصو يعطي فرصه لاي عمل كيف ما كان، يعطيه وقته. كاين بزاف ديال الاعمال اللي تستحق الفرصه، في الاخر الجمهور راه عنده الحق يقبل ولا ما يقبلش. اللي نقدر نقول لك بحكم انني كنت حاضر في الكواليس ديال بزاف ديال الاعمال، راه كاين مجهود، ولكن بعض المرات تيكون ما كافيش، دونك خاص غير تكون الخدمه وتكون الخدمه، والجمهور يعطي فرص لا اكثر ولا اقل. وفي الاخر الجمهور من حقه ينتقد الا ما عجباتوش الحاجه، ولكن الا عجباتو الحاجه يعطيها فرصه. هو كتبقى الفكره في الاخر هي هضره ما بيني وما بين الناس اللي كيتبعوني لا اكثر ولا اقل. كيف ما قلتي، هي الهدف ديالها هو البسط، وفقره اللي هي فيها غير الضحك. سي فغي مرة تيكون فيها ان ميساج اللي كيمثلني، من الاغلبيه ديال الوقت هو غير باش نضحك مع الناس، كيف ما هذوك الناس اللي كيصيفطوا لي بعض المرات مشاكل اللي كتكون ماشي حقيقيه، حتى هي غير في اطار الضحك. دونك هي بحال واحد الفقره ولفوها الناس، كيطلبوها الناس، كنحاول نديرها ما امكن. انا اللي نقدر نقول لك هو ان الوضع كيبقى صعيب، بعيدا على القرار واش في صالحنا ولا ماشي في صالح ديالنا، نوعا ما عينا، لان صعيبه علينا كورونا، صعيبه على كل شيء. اللي نقدر نقول هو يا ربي تفك علينا هذا الوباء هذا، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، وعلاش لا ان شاء الله رمضان الجاي نرجعوا نصوموه عادي كيف مولفنا، نصلي وصلاتنا كيف مولفنا. هذا الشيء اللي نقدر نقول يا ربي. انا علاقتي بالمطبخ فشلات العام الفايت، غنحاول نعطيها فرصه اخرى هذا العام تنتعلم ان شاء الله. كنبغي نعاون، ولكن كندير مجهود، كنحاول صافا. كنشوفي اي كل ما هو منتوج مغربي كنبغي نشوفه، كنبغي نتفرج، وبحالي بحال كاع الناس اللي عجبني راه تنكمل فيه، اللي ما عجبنيش راه كنشوف حاجه اخرى. هادشي اللي كاين. كنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد، اللي يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، ونتلاقاو إن شاء الله في رمضان، وكنتمنى ونكونوا عند حسن الظن ديالكم. شكرا بزاف.